بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بننهي جزء قائمة انسرت في ملف الوورد الخاص بنسخة اوفيس 2010 بجزء هام جدا في قائمة انسرت وهستخدمه كتير جدا، وهو الايكويشن والسيمبل. الايكويشن ما هي الا عبارة عن معادلات حسابية باشكال مختلفة وبصيغ مختلفة، منها البسيط ومنها المعقد، اقدر استعين بيها واعملها ادراج داخل المقالة البحثية بتاعتي او البحث بتاعي. عن طريق لو ضغطت على الايكويشن هيديني اشكال مختلفة لمعادلات رياضية حسابية، اقدر ان انا اختار من بينها معادلة حسابية على سبيل المثال واغير فيها واغير في القيم بتاعتها، وبالتالي بتسهل عليا اجراء المعادلة الحسابية او اعادة صياغتها. لو كل المعادلات الرياضية او الحسابية دي مش موجودة او مش هحتاجها او محتاج معادلة اخرى اكثر تعقيدا، اقدر ان انا اختار من more equations for office from office.com. لو هينزل لي مراجع هينزل لي معادلات حسابية جديدة بأشكال أكثر تعقيدا من خلال الإنترنت، أقدر أستعين بأي منها أو أعمل أيضا تنزيل معادلات أخرى وأستعين بيها وأعدل في النتيجة بتاعتها أو القيم بتاعتها وأضيفها للمقالة البحثية أو المرجع البحثي بتاعي. في النهاية بنجد السيمبل، وهي مهمة جدا أيضا من ضمن قائمة انسرت، بلاقي فيها كل الرموز الكيميائية والرياضية الخاصة بكل المعادلات والعمليات الحسابية والمعادلات الكيميائية، أو أي رمز يعبر عن قيمة معينة. هلاقي فيه درجات الحرارة، درجات الرطوبة، درجات اللي تميز العمليات الحسابية، حروف الأبجدية بالكامل، رمز الفاي، رمز المالا نهاية، كل الرموز المختلفة. أقدر أختار أي رمز زي ده مالا نهاية هينزل عندي هنا وأقدر أعبر عن القيمة بتاعتي. فبلاقي فيها درجة الحرارة المختلفة السيمبل، درجات الحرارة المختلفة، درجات الرطوبة الفهرنهايت، درجة سيليزيوس وما إلى ذلك.